طبعا السادة الحضور، نبدأ دلوقتي النقاش المثمر مع الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وإحدى العلامات البارزة في عالم الاستثمار والتمويل المستدام منذ أن كان وزير الاستثمار بالحكومة المصرية. دكتور محمود، بنرحب بحضرتك مبدئيا، وطبعا كان نفسنا حضرتك تكون متواجد معنا في الجلسة الأولى زي ما كان معد في الأجندة، لكن ظروف حضرتك طبعا الخارجة عن الإرادة جعلتنا نعمل الاجتماع ده زوم ميتنج. هتيح لحضرتك الفرصة دلوقتي توجيه الكلمة للسادة الحضور في الملتقى الثالث لاستراتيجية التحول نحو الاقتصاد الأخضر للبدء بإلقاء كلمة حضرتك. اتفضل يا دكتور. يعني أشكرك شكرا جزيلا وسعيد بهذه الاستضافة، وطبعا الوقت المبكر كنت فاكر هكون في مصر النهاردة، لكن للأسف أنا لسه بتكلم من واشنطن فالوقت ما كانش مناسب للقاء مع حضراتكم، ولكن يعني أرجو أن يكون في اجتماعي معكم دلوقتي فرصة لاستعراض بعض الأمور الهامة في مجالات عمل المؤتمر، وأنا تابعت الأجندة والحضور المتميز والجهد المهم اللي أنتم عاملينه، وأقدر طبعا الاهتمام بموضوعات المسؤولية الاجتماعية وأيضا محاولة ربطها بالتنمية المستدامة وبالأمور الخاصة بتغيرات المناخ. أنا عايز بس لو تسمح لي أن أنا عندي برزنتيشن عايز أعرضها، فلو كان من الممكن أنكم تسمحوا لنا أن احنا نعمل البرزنتيشن، لأنه عندي هنا بيقول لي host disabled participants screen sharing، لكن لحد ما نسمع تسمحوا لنا بهذا في بعض. طبعا يا دكتور حضرتك ممكن تشير البرزنتيشن واعملها هنا شير السكرين. تمام، هل حضرتك شايف دلوقتي السكرين شيرد؟ طيب انا يعني في حاجه انا شايفها عالميا وانا هتكلم بالعربي اللي كان في مشكله في هذا الامر، يعني انه المشكله شايفها عالميا مع الاهتمام الكبير بموضوعات الاستدامه، لكن في ما اسميه بنوع من انواع التوتر غير المطلوب بين اهداف التنميه المستدامه من ناحيه وبين الاعتبارات الخاصه بما يعرف بالاي اس جي اللي هي المعايير الخاصه بالبيئه والابعاد الاجتماعيه والحوكمه، والبعد الثالث الخاص بالاستدامه بتركيزها على تغيرات المناخ. يعني حوالي حضراتكم كده اكيد طبعا انتم اعتدتوا رؤيه المنظر اللي على الشمال اللي هو الاهداف التنميه المستدامه ال 17 في الاهداف الخاصه بالشركات. التنميه المستدامه دي معموله للدول والاي اس جي برنسبلز معموله للشركات. يعني في الوافد الجديد اللي مع اتفاقيه باريس ما يرتبط بكل ما هو له علاقه باستهدافات السيطره على الانبعاثات الكربونيه، ما يعرف بالنت زيرو تارجتس او الاهداف الصفريه. لو الثلاث مجالات دول ما كلموش بعض، بمعنى ان الاطار العام اللي داخل كل دوله ما تعاملش مع اهداف الشركات والاثنين دول ما اشتغلوش مع موضوعات الاستدامه، هيبقى في قدر من التعارض بين هذه الاهداف وامكانيات تحقيقها والتمويل اللازم لها. طيب نرجع للمشكله اللي احنا فيها دلوقتي، وانا هرجع تاني للموضوع ده لانه مهم جدا في التعامل مع المشكله بتاعت الجائحه او المتعلقه بالجائحه، انه ما زلنا في مشكله حول العالم رغم التحسن اللي حصل في بعض البلدان، الا انه مشكله الجائحه وزياده اعداد المصابين والضحايا فرض نفسها ب 175 مليون شخص حول العالم مصاب بالكورونا. في بعض الدول زي ما انتم شايفين زي الولايات المتحده وبعض الدول الاوروبيه ابتدت تعمل ما يعرف بتسطيح المنحنيات او فلاتنينج ذا كيرفز، ده كويس بطبيعه الحال، ولكن احنا جايين من العام الماضي بمشكلات خاصه بالتنميه المستدامه، اكثر من 100 مليون شخص حول العالم وقعوا في الفقر المدقع،
فيما يزيد عن 260 مليون بيعانوا من سوء التغذية والجوع. في 10% أضيفوا لمن يعانون من مشكلات مرتبطة بالتعلم وجودته. وفيما يزيد عن 250 مواطن حول العالم فقدوا وظائفه. التقديرات الأخيرة بما في ذلك آخر تقدير من البنك الدولي طلع منذ أيام على أنه المعدلات النمو المتوقعة للسنة دي هتبقى أحسن بكتير من السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت العالم خسر 3.5% من الناتج المحلي الإجمالية، ولكن السنة دي النمو المتوقع هيكون حوالي 6%. التجارة هتعاود مسارها وكان بأقل مما كانت عليه قبل الأزمة. للأسف الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما زالت في تراجع، فقدت 40% العام الماضي، والديون الدولية تجاوزت 360% من النواتج المحلية الإجمالية أو ما يقترب من 290 تريليون دولار. طيب شكل التعافي حول العالم إيه بالنسبة للنمو؟ زي ما ذكرت عالميا هيبقى 6%، والبنك الدولي بيتكلم عن 5.6% في هذه السنة. الدول المتقدمة هتكون أعلى نموا، الدول الأقل دخلا للأسف مش بالضرورة هتوصل للمعدلات المطلوبة في حدود 4-3.7%. بما في ذلك المنطقة اللي عندنا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعدل النمو المتوقع بتاعها تقريبا نص معدل نمو الاقتصاد العالمي، ودي مشكلة. طيب شكل التعافي هيبقى ايه؟ احنا سمعنا عن الفي كيرف او الفي شيب كيرف واليو شيب كيرف والال شيب كيرف، ده معناه سرعه التعافي والرجوع الى المسار الخاص بالنمو. هو الاقرب هو اللي في المربع اللي على اليمين ده، انه ان احنا هنبقى في شكل الكي، حرف الكي، ان عدد من الدول زي ما شفنا الدول المتقدمه هيبقى عندها ارتفاع عالي للنمو، ودول اخرى هيبقى معدلات النمو فيها أقل. في منطقتنا العربية في حالة مصر الحمد لله السنة اللي فاتت احنا كنا من الدول القليلة اللي كان فيها معدل نمو اقتصادي موجب. السنة دي اللي هي 2021 اللي بتنتهي السنة المالية بتاعتها في خلال الأيام، المعدل نمو المتوقع 2.5. أنا عارف وزارة التخطيط عندها تقدير أعلى من ذلك، ولكن ده تقدير صندوق النقد الدولي. السنة الجاية اللي هي بتبتدي بعد أسبوعين من بداية يوليو هيبقى عندنا 5.7% نمو، وده يعتبر واحد من أعلى معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط. معدل التضخم في المنطقة العربية باستثناءات زي السودان ولبنان هو تحت 5%، لكن محتاجين دفعة في التصدير ودفعة في الاستثمارات كنسبة من الناتج المحلي. مسألة معاودة النشاط الاقتصادي وتأثيرها على العمل، سيطرة على التضخم، دور البنوك المركزية في احتواء التضخم والسياسات النقدية، خاصة انه في كلام كتير زي ما انتم متابعين اكيد على انه في تضخم عالمي وبالتالي انه ممكن يبقى في تغير في اسعار الفايدة، فالبنوك المركزية حول العالم مترقبة او متحوطة ضد هذه التغيرات، زائد انه هيبقى في دور كبير للدولة. طيب ده الشكل العام اللي انا بشتغل فيه، لان ما اقدرش اعزل جهودي على مستوى الشركة في الاي اس جي وجهودنا على مستوى الدولة في الاس دي جي والكلايمت او تغيرات المناخ زي ما ذكرت من شوية. ده تنظيم اعادة تنظيم للسستينبل ديفلوبمنت جولز بشكل هرمي كده لطيف، مشاركة حوكمة بتستثمر في الاقتصاد وتطويره، بتدفع للنمو الاجتماعي والاستثمار في البشر، وبتحافظ على المناخ والبيئة. اذا فعلت ذلك كله فهتقدر انك انت تحقق سيطرة على التضخم وعلى عدم العدالة في توزيع الدخل والثروة. في هذه الأثناء في حاجة تانية خالص على مستوى الشركة المفروض تعضد ما تقوم به الدولة، لها مؤشرات مختلفة مفروض ما نخلطهاش مع التنمية المستدامة. في أهداف التنمية المستدامة أهدافها هي على مستوى الدولة اللي هي بتعمل أجريجيشن أو تجميع لكل اللي موجود سواء على مستوى الشركات أو الأفراد أو القطاعات الاقتصادية المختلفة. وعلى مستوى الشركات أنت محتاج أنك أنت تتابع هذه الأهداف على مستوى أداء الشركة وتأثرها بحجم القواعد الرقابية اللي موجودة الآن عشان تدفع الشركات أنها تتوافق مع مبادئ الـ ESG.
وايضا عندك بقى القادم الجديد وبقوه، انت يعني لو تابعت مجموعه الدول السبعه الصناعيه الكبرى او اللي كانت تسمى ذلك، مجموعه الدول السبعه كبيره في اقتصاداتها، ما انتهت اليه من اجتماعات منذ يومين. في اجتماعها اللي تم في انجلترا كان بالاضافه لموضوع احتواء الجائحه، الموضوع الثاني كان مسيطر عليه موضوع التنميه، عفوا موضوع تغيرات المناخ، ما تعرضوش للتنمية المستدامة، كل حديثهم عن تغيرات المناخ وكيف تصل إلى مؤشرات الصفرية وفقا لاتفاقية باريس. المسألة هنا التنمية المستدامة زي ما انتم شايفين في الرسمة دي محتوية تغيرات المناخ اللي هو الهدف نمرة 13، ومعها كمان كل ما يرتبط بالتغيرات النوعية في البيئة نمر 14 و 15. فإذا لو أنا بعمل نظام وإطار عام للدولة ومفروض هو يحتوي كل هذه الأمور بما في ذلك أداء الشركات، بما في ذلك موضوع تغيرات المناخ، أنا بتكلم على إيه؟ على أهداف التنمية المستدامة. همولها إزاي؟ همولها من خلال تمويل محلي وخارجي. في فجوة كبيرة جدا في التمويل بتقدر الآن بحوالي 4.2 تريليون دولار بسبب ما أضافت إليه الجائحة من أعباء. قبل الجائحة كان عندنا فجوة تمويل 2.5 تريليون. العالم فيه تمويل ما يعرف بالأسيتس أندر مانجمنت أو الأصول المدارة من قبل جهات الاستثمار المختلفة تتجاوز 112 تريليون دولار. فإذا ما هو موجود عالميا هو أكثر مما تحتاجه التنمية المستدامة، ولكنه لا يوجه لها. عايز أكد عليه أنه حضراتكم أنتم بتشوفوا مصادر التمويل دلوقتي اختلفت عن زمان. التمويلك اللي كان بيجي زمان من الشمال أو من دول متقدمة، دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ابتدى يتجه للانخفاض بكل أنواعه، سواء تدفقات رسمية أو من القطاع الخاص. التمويل دلوقتي بقى بيجي بنسب كبيرة من الأسواق المالية وأيضا من الدول الآسيوية زي الصين وجيرانها. فيما يهم حضراتكم دلوقتي لازم تعرفوا انه في تطور هائل في الاستثمارات والتمويل والاصدارات المختلفه المرتبطه بالتنميه المستدامه. كل هذه الالوان اللي بتتكلم عن السندات الخضراء، عن السندات الزرقاء ايضا اللي هي مرتبطه بالمحيطات والبحار، عن سوشيال بونز او السندات الاجتماعيه، عن ايكويتي لينك بونز مرتبطه بالتنميه المستدامه. زادت زياده من يناير 2020 للشهرين اللي فاتوا، شايفين من رقم حوالي 30 مليار اتضرب في حوالي 5، ففي زياده كبيره، لكن احنا محتاجين اكتر من ده عشان نقدر نسيطر على احتياجاتنا بالنسبه للتمويل. اللي حاصل كمان انك لازم تشوف ان في تغيرات على مستوى العالم بقت هي المؤثره اكثر من اي شيء اخر في وصولنا لهذه الاهداف، بما في ذلك اهداف التغيرات المناخ. عندك الحكومه والقطاع العام لها دور في ماركت باورز او اقتصادات السوق والمنافسه بين الشركات، كل واحده بتقول ان اكثر توافقا مع البيئه، وعندي برنامج اي جي اكيد سمعته من الشركات وهتسمعوا اكثر على مدار اليوم ان في استثمارات متوافقه مع اعتبارات البيئه والمناخ والابعاد الاجتماعيه والحوكمه. لكن الاهم من ده كله انه في بقى دفعه قويه من جانب الجهات الرقابيه اللي بتحط ستاندردز او معايير جديده واجبه التوافق معها، بما في ذلك ما صدر مؤخرا عن مجموعه السبعه للوزراء الماليه، المجموعه السبعه فيما يرتبط بالافصاح وتقارير الافصاح المرتبطه بتغيرات المناخ، وايضا شعور الناس بضروره التغيير لما هو افضل. لو انا بشوف الاربع معايير دول بلاقي ان دول من كندا لنيوزيلندا للدول الاوروبيه عامله برامج للبيلدينج باك بيتر او التعافي، كلها مرتبطه على انك بتستثمر بشكل اكثر ذكاء بمعنى التحول الرقمي واكثر اخضرارا للاقتصاد. وفي استثمارات ضخمه بتضخ 750 مليار في حاله اوروبا، الولايات المتحده بتضخ في البنيه الاساسيه ما يتجاوز تريليون مؤخرا وايضا متوافقه مع هذه الابعاد. ايضا الشركات نفسها بتقول ان انا بقيت اكثر توافقا مع اعتبارات البيئه والمناخ، وان استثماراتها
بقت واخده اعتبارات الاي اس جي كاسيت كلاس او كاصل مالي في الاعتبار اكثر من ذي قبل. التقديرات حتى قبل التغيرات الاخيره كان انه 70 اكثر من 70% من الاستثمار، اكثر من 32% كانوا في 2018 بيقولوا ان احنا بندفع الى هذه الاستثمارات دفعا ناحيه التنميه المستدامه وايضا تغيرات المناخ. القادم الجديد اللي حضرتك لو كنت في القطاع المالي او في الشركات لازم تاخد بالك منه هو كل ما يرتبط بالافصاح، سواء بالحوكمه، استراتيجيه الحوكمه لازم شركتك او بنكك يعلنها، اداره المخاطر داخل المؤسسه الماليه او غير الماليه اللي واخده بالها من هذا الاعتبار، زائد ما تعلنه عن تقارير، دي اللي هي الفور بيلرز او الاربع قواعد الخاصه بالتعامل مع تغيرات المناخ. لو انت بتشوف هذا المسح اللي تم على مجموعات من الدول والى اي مدى الافراد داخل هذه الدول اصبحوا اكثر اقتناعا واهتماما بالاستدامه، اقل دوله كانت حوالي 35% لكن بتتحسن، لكن في دول مش بس دول متقدمه زي فرنسا ولا دول اوروبيه ولكن دول في امريكا اللاتينيه وغيرها استعداداتها اعلى للتوافق مع اعتبارات البيئه. طيب موضوع الببليك سنتمنت او مدى اهتمام الناس عموم الناس بالتغيرات، حدث مهم في يوم 26 مايو من الاربع، بعض الناس بيسموه الاربع الاسود، انا بسميه الاربع الابيض لانه ده يعكس تغير في الاهتمام، او ممكن تسميه الاربع الاخضر لو انت مهتم بالبيئه، ان تحولات تمت سواء بقرار المحكمه في الهولندية بفرض قرار بضرورة التوافق لإحدى الشركات الكبرى في إنتاج البترول مع اعتبارات البيئة بتخفيض انبعاثاتها الكربونية بمقدار 40% فيما يقل عن 10 سنوات، أو ما تم في نفس اليوم من أن عدد من الأعضاء المساندين للبيئة وتغيرات المناخ من الأعضاء ذوي الملكية الصغيرة في الشركة كبيرة زي أكسون موبيل دخلوا على مجلس الإدارة مساندين ببعض بنوك الاستثمار والشركات التمويل الكبرى. إذن هناك تغير كبير. موقفك هنا وأنا بربط ده بحالة مصر في عدة اعتبارات محطوطة في برنامج إصلاح الهيكل المصري، واحدة منها مسألة الاهتمام بالاستدامة والجرين ايكونومي أو الصدر، بعد الآخر وده موجود أيضا في البرنامج اللي أعلنته وزارة التخطيط وتم عرضه على سيادة رئيس الجمهورية منذ أيام، موضوع التحول الرقمي وأيضا موضوعات الخاصة بالتصدير واللوكاليزيشن اوف ديفلوبمنت أو توطين التنمية وفقا لبرنامج حياة كريمة. أنت عندك تغيرات هنا بتقوم بها الدولة وجهات الرقابة بما في ذلك جهات الرقابة المالية، وأيضا منافسة من الشركات واستعداد لعموم الناس لتغيرات في هذا الشأن. فالشركة أو الجهة الاستثمارية اللي أنت معاها مفروض تكون مهتمة بهذا الموضوع على الأقل في موضوعين الخاصين بالسمارت اند جرين ريكفري أو التعافي الأخضر الذكي، وأيضا تفعيل قواعد الحوكمة، ومع ذلك كله أنت لازم تحط في اعتبارك أن هيبقى في تكاليف لعملية إعادة الهيكلة وبالتالي الإنفاق على مجالات المساندة الاجتماعية والضمان الاجتماعي وأيضا داخل الشركات أنها تتحوط لهذا الموضوع أصبحت من الأمور شديدة الأهمية. أرجو أن يكون في يعني في هذا الحوار ما يفيد حضراتكم، والآن إذا كان في أي أسئلة أو أي إضافات من حضراتكم أحب أستمع لها. شكرا جدا دكتور محمود على مداخلة حضرتك السرية اللي أسرت فعاليات الحدث. احنا كنا حابين ان الكاميرا تجيب لدكتور محمود الفلور بلان. حد من السادة اللي حابب يسأل دكتور محمود اي سؤال؟ مساء الخير دكتور محمود. Thank you so much for being with us today and reflecting what's happening in the international community. الحقيقة أنا عايز أنقل لحضرتك وجهة نظري about المؤتمر النهاردة وكيفية تناول الجلسات لما يحدث.
في جلسته الأولى المؤتمر النهاردة الحمد لله الحكومة أدت الإشارة أو أدت أو عملت بمنهج التخطيط التأشيري that we are there, we are very careful about this file, من أول الإيجيبشن كونستيتيوشن لحد الاستراتيجي لحد دليل المعايير اللي نزل حديثا اللي هيوجه موازنة الدولة الجديدة اللي ألاين فيها 15% مشروعات خضراء. بعد كده اتكلمنا على السكتور الابروتش بتاع الجوفرنمنت من اول وزاره الماليه والسندات الخضراء اللي تم طرحها الى هيئه الرقابه الماليه والسندات الخضراء برضو اللي هيتم طرحها من حيث القطاع الخاص. واكوردنجلي الحكومه المصريه الحقيقه النهارده وصلت رساله ممثله في وزاره البيئه, وصلت رساله ان وي ار ذير مش بس على مستوى الاستراتيجيز والبوليسيز, ولكن تم التفاعل كمان على مستوى التفاعل مع القطاع الخاص على مستوى الارض. في الجلسة الثانية الحقيقة حاولنا ان احنا نستكشف الابيتايت بتاع الانترناشنال كوميونيتي وازاي شايفين مصر. فكان معانا اليو ان دي بي ممثلا في اليو ان دي بي وممثلا في الاي يو, شفنا ازاي المجتمع الدولي باصص لمصر بعيدا عن التمويل المستدام وبعيدا عن التمويل الاخضر. احنا كنا بنحاول نشوف هاو دو ذي بوزيشن ايجيبت اند سي ايجيبت. في الجلسة الثالثة ابتدينا نخش في موضوعات التمويل المستدام, وكان معانا الجايكا اليابانية وكان معانا السي دي سي البريطانية وكان معانا الاي بي ار دي. والحقيقة كلهم كل الثلاث جلسات ورا بعض ادوا نفس الدايركشن, وي ار كومينج ايجيبت, ايجيبت از اون اور رادار. ممكن كنا لاجرز ات وان بوينت, بس واضح جدا انه السبيد في الفترة اللي جاية هتبقى عالية جدا في مصر. والحقيقة دوت قد ما هو فرحني خلال الجلسات قد ما هو قلقني. ليه قلقني؟ لانه ساعات الاوفر سبيد اوف ثينجز بينج دان اون جراوند بتؤدي الى دوامات وممكن تخلق حاله من حالات الكايوس والفوضى, ودوت ممكن نقبله لحدود معينه دايما في المراحل الاولى, ولكن ولكن بنحتاج دايما نصيحه استراتيجيك من حد زي حضرتك شاف تجارب اخرى. هاو كان وي ابزورب الزخم دوت ونوجهه صح ونستفيد بيه صح بعيدا عن ان احنا نتكعبل فيه ات وان بوينت. شكرا جدا لحضرتك. يعني شكرا جزيلا على هذا الملخص الوافي, وانا زي ما قلت حضرتك تابعت اجنده المؤتمر يعني, وبحييكم على قدرتوا تحشدوا كل هذه الاسماء المعتبره من الداخل ومن الخارج لمعالجه هذا الموضوع. موضوع الساعه اللي انتم بتتكلموا فيه النهارده هو اللي كانت مجموعه الدول السبع الصناعيه بتتكلم فيه من يومين في المملكه المتحده. النقطه اللي حضرتك ذكرتها عن مساله التوافق عبر الوقت, وانه ازاي انه مساله الدخول المنظم في هذا المجال يجب ان يكون محل اعتبار من الحكومه من جهات الرقابه اللي على المؤسسات والشركات, وايضا من السوق نفسه. برجع حضرتك وكل الساده المشاركين لمقاله موجوده وتحليل صدر في صحيفه الفاينانشال تايمز يوم 1 يونيو يعني في بدايه هذا الشهر, بتقول انه بسبب الدفع السياسية السريعة لموضوعات الخاصة بالانبعاثات الكربونية والتخارج من البترول والغاز الطبيعي كمصدر من مصادر الطاقة, ودفع بعض الشركات لعمليات تكيف أسرع من قدرتها على القيام بها فعليا, اللي هيتحمل تكلفة ده هم الأكثر فقرا والأقل استعدادا للتعامل مع هذه التغيرات. فهنا النقطة الأساسية اللي بيتم التركيز عليها هو تعبير managing the transition, انك انت بتقوم بعملية إدارة واعية للانتقال. في فرص جبارة جدا للاستثمارات الخضراء, في فرص محترمة جدا للتمويل خاصة في أطر المشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مجالات تغيرات المناخ, سواء في مجالات تقليل الانبعاثات او مجال الادابتيشن او مجال التحوط ضد المخاطر اللي بتشوفه حضرتك من مشروعات صغيره او مشروعات عملاقه زي اللي موجوده في مصر مثلا في مجال الطاقه الشمسيه في بنبان في جنوب مصر, او مشروعات طاقه الرياح, او مشروعات التوافق البيئي الموجوده لتقليل التلوث. دي كلها بتدي فرص للاستثمار وفرص للي بيشتغلوا في هذه المجالات, لكن هي ايضا بتاتي بتكلفه, والتكلفه دي يجب انك تحطها في الاعتبار في وقت هناك ضغوط كبيره جدا على المجتمع وزياده في البطاله حول العالم,
وايضا زياده في المشكلات الخاصه بالتصدي للجائحه، نحن لسه في اطارها. فاتفاقيه باريس اللي اكيد معالي وزيره البيئه اتكلمت عنها، لان مصر يعني عضو فيها وبتسعى لاستضافه مؤتمر مهم بخصوصها في خلال الفتره القادمه، مؤتمر دولي، انه عندك تعهدات وطنيه ما يعرف بالـ NDCs. هذه التعهدات الوطنية بتقيس بقى كل الحاجات اللي حضرتك بتقول عنها، ايه هي المزايا بتاعتي، ايه هي الحاجات اللي ممكن ادخل بيها باستثمارات ذات عائد عالي، وايه ايضا ابعاد التكلفة اللي لازم اتحوط ضدها، وبالتالي ما اعملش التزام من اجل الشهرة، انا بعمل التزام من اجل القدرة على ان انا اجعل اقتصادي اكثر كفاءه واكثر قدره ايضا على جذب الاستثمارات، لانه زي ما حضرتك استمعت النهارده في ناس مش هتستثمر الا في المجالات الجديده سمارت اند جرين زي ما بيقال. وايضا انه في مجالات كبيره جدا ممكن تفتح للعمل. هنا في الولايات المتحده الرئيس الامريكي لما جه عرض الموازنه بتاعته عن البنيه الاساسيه بعد ضخامتها وفيها اعتبارات تغير المناخ، قبل ما بيخلص الجمله بتاعه تغير المناخ قال بيقول ايه، وبما يتيح فرص عمل جيده ولائقه للناس. فهو حاطط عينه على موضوع النمو، حاطط عينه على موضوع توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات. وعلى فكره لا يوجد تعارض، ودي النقطه اللي انا حبيت اتكلم عليها من الاول، انك لو حطيت موضوع تغيرات المناخ مع كل ما يرتبط بالاي اس جي برنسبلز اللي انتوا اتكلمتوا عليها النهارده، وانا عارف ان في جلسه اخرى بعد شويه مش عايز اخد من وقتها، وايضا ما يرتبط بالاطار العام للتنميه المستدامه، هيبقى في امكانات كبيره في هذا الشان. عندي اقتراحين، ومصر ممكن تكون من اولى الدول المبادره في هذا الشان، ان لحد دلوقتي رغم كثره الحديث عن التنميه المستدامه ما عندناش موازنه عامه لدوله مبنيه على هذه الاهداف. هي ممكن تستأنس بها، تسترشد بها، لكن ما عنديش ما يعرف بالـ SDG based budgeting، وده ممكن يتعمل في بعض الولايات، في الهند ابتدت تعملها، في ويلز ايضا عملت هذا الامر، ولكن عايزين مصر قد تكون من اولى الدول اللي هي ممكن تترجم الموازنه العامه بتاعتها الى انها تبقى SDG budgeting، وده هيخلي حضرتك بقى سواء متعامل مع الدوله او بتخضع لضرائبها او بتشاركها في بعض مشروعاتها هيبقى عندك ادراك اكبر للفرص. الحاجه الثانيه، ودي ما اعرفش اذا كان في حد ممثل النهارده من هيئه الرقابه الماليه او البورصه هيقولوا لك، ان هناك بالفعل عمل كبير جدا في الموضوعات الخاصه بالاي اس جي برنسبلز او المبادئ الخاصه بالاي اس جي، في مركز للحوكمه وايضا مركز للاستدامه، يعني تشرفت بان انا يعني بداتهم من 2004 2005، ومصر على فكره كانت من اوائل الدول على مستوى العالم اللي عندها مؤشر للاستدامه، عملناه مع ستاندرد بورز في 2008. الشغل ده محتاج بناء عليه، علما بانه تكلفه التوافق في بلد زي مصر، انك ما عندكش ما يعرف بالليجاسي اندستريز اللي هي الحاجات اللي انت استثمرت فيها بطرق تقليديه ذات تكلفه على البيئه، بالعكس انت وانت بتوطن التنميه وانت بتعمل استثماراتك الجديده التدفق الجديد للاستثمار ممكن يبقى عندك فرص كبيره فيه، وما يكونش مصدر للقلق، وان كان القلق مشروع اللي حضرتك ذكرته، ولكن حلوله هي انك بتعمل الاس دي جي بيس بادجيتنج وبتدخل الموضوعات الخاصه بقاعده الرقابه والتمويل في الاعتبار، وتستفيد بالفترات الخاصة بالتكيف الزمني عبر الوقت بهذه الالتزامات، والاتفاقات الدولية سمحت بذلك. شكرا دكتور محمود على إجابة حضرتك. أنا سؤال أخير لحضرتك، توطين أهداف التنمية المستدامة هو هدف رئيسي أو هو جزء رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة بالشكل الفعال والمتوازن، لكن التوطين ليه تكلفة، فمحتاجين نسمع روجيتة حضرتك في كيفية جذب التمويل المستدام من أجل توطين أهداف التنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية. يعني اللي أنا شايفه في ثلاث محركات كبيرة بتقود عملية النمو والتنمية لمصر في الفترة الحالية، وأيضا بما أعلن مؤخرا من الرئاسة. عندك هدف للتصدير، ده نمرة واحد، عندك هدف للتصدير، انت بتصدر النهارده 30 مليار عايز توصله ل 100، وعندك استثمارات مطلوبه لدفع هذا التصدير. ده
بهدف طموح. اعتباراتك في قدراتك على التصدير هتحتاج انك حضرتك تدخل كل اللي احنا اتكلمنا ده في مكوناتك الانتاجية وفي عملية التصدير، سواء بتصدر سلع زراعية او سلع صناعية. الموضوع الثاني هو موضوع التحول الرقمي، ده بيزود لك الكفاءة وبيربطك بسوق العمل والانتاج. الموضوع الثالث هو اللي حضرتك ذكرته الان، هو موضوع توطين التنمية اللي مشهور في مصر في موضوع تطوير الريف المصري او المشروعات الخاصه بالبنيه الاساسيه واستثماراتها الضخمه، وما تم اعلان عنه عده مرات انه ده اللي بعتبره المشروع الاكبر والاهم في حاله مصر. ده توطين التنميه، انك بتخلي كل اهداف التنميه المستدامه مش بتعملها على المستوى المركزي، ولكن في وسط هذه المشروعات المرتبطه بحياه كريمه. ده زي حضرتك ذكرت، هي بالفعل محتاجه تكلفه، بس هي تكلفه استثماريه لها عائد. لو انت النهارده بتعمل طرق جديده في هذه القرى، بتدعم شبكات الكهرباء والغاز الطبيعي فيها، بتعمل لها مرافق حيويه، بتطور المدارس، بتطور المرافق الاساسيه لهذه القرى، بتربطها بالاسواق، وبتعمل لها ايضا في كل مكان لها حيز للتطوير الصناعي والخدمي عشان ما يبقاش في عشوائيه في هذا الموضوع. هي تكلفه، ولكن تكلفه ذات عائد كبير. وما اعلن مؤخرا عن ارقام تقترب من التريليون جنيه في هذه المرحله هي من الامور التي سوف يكون لها عائد كبير جدا، في سواء في مرحله التجهيز والاعداد، وانك انت بتعمل هذه المشاريع في القرى، انت بتشغل ناس، بتطلب مواد للبناء وللتطوير، بتطلب عماله من داخل هذه المناطق بالاضافه للعماله الفنيه الماهره اللي بتيجي من هذه المناطق ومناطق اخرى، بالاضافه لده كله انك انت بتقلل من تكاليف قد تنفق على الصحه او تنفق على مجالات بسبب تدهور نوعية التعليم، فأنت بتحسنها بتطوير المرافق، والأهم طبعا تطوير المناهج معها. أنت بتحاول تعمل نقلة نوعية في البنية الأساسية هاردوير وسوفتوير، يعني بالجانب المادي في البنية الأساسية، وأيضا كل ما يرتبط بعملية تشغيلها. فيها تكلفة، ولكن أنا بعتبرها استثمار. ثلاث استثمارات في هذا المجال، بتستثمر في البشر بالرعاية الصحية وبالتعليم، تستثمر في البنية الأساسية بتطويرها، وبتستثمر أيضا في ما يعرف بالريزيلينس، واللي هو كله ما يرتبط بالريزيلينس هنا بالقدرة على المقاومة والتوقي ضد الصدمات، بما في ذلك ما يرتبط بتغيرات المناخ. صحيح استثمارات، صحيح تكلفة استثمارية، ولكن لها عائد كبير على المواطن، ومن غيرها مش هيشعر المواطن بكل ما تذكره من ارقام. يعني لو اتكلمنا عن معدل نمو او تحسن في الاستثمارات، لكن مساله ما يعرف بتساقط ثمار النمو دي ما بتشتغلش. اللي بيحصل انك انت لازم تدفع الاستثمارات حيث يعيش الناس، وبالتالي كلهم نصيب مباشر من هذه الاستثمارات بشكل افضل. شكرا دكتور محمود جدا على وقت حضرتك، وطبعا الحديث مع حضرتك يجب ان لا ينتهي. شكرا جدا لسيادتك. شكرا جزيلا، موفقين. ونيابه عن شركه سيسار ايجيبت بنشكر سيادتك جدا. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا، والى اللقاء قريب في القاهره ان شاء الله. الله يخليك يا دكتور.